السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة المح جيمر. إن شاء الله يعجبكم الراديو المصري. هذا الراديو قمنا بتطويره لنسخة 1.39، نسخة 1.4 يشتغل على الأمريكان تراك واليورو تراك. بالنسبة للأوفلاين، إذا كانت عندك لعبة أصلية أو غير الأصلية سوف يشتغل معك الراديو، يعني فقط تحتاج إلى النت يعني يكون قوي شوي. واتمنى يشوفكم هذا الراديو، يعني اي استفسار اي مشكل اتمنى يكون في التعليق او تدخلون عنا الى سيرفر الديسكورد. وتاني شيء، وهو هذا الراديو يحتوي على 22 محطة او 20 محطة، واتمنى يعجبكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة المح جيمر. ابتداء من اليوم ان شاء الله سوف تجدون مزيد من الراديوهات في القناة المح جيمر، لانه كنت انا الذي اقوم بتطوير الراديوهات تحت ثلاث اسماء: بروجكت عرب ستيشن انا الذي امتلكها، ومن اليوم فصاعدا سوف اقوم بتطوير المضغط والتصاميم وايضا الراديوهات العربية واي يعني جميع المستجدات سوف تجدونها في القناة المح جيمر. ومرحبا بكم دائما.